مرحبا مجددا. قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن عدد اللاجئين السوريين في الدول المجاورة تخطى 4 ملايين. وقال أنطونيو غوتيريس رئيس المفوضية إن هذا يعتبر أكبر عدد للسكان اللاجئين من صراع واحد في جيل، مضيفا أنهم بحاجة إلى دعم العالم. وقالت المفوضية إن معظم اللاجئين الفارين من الحرب يقيمون في لبنان والأردن والعراق ومصر وتركيا التي تستضيف أكبر عدد منهم. ناقوس الخطر يدق مجددا وبشدة هذه المرة، معلنا وصول أزمة اللاجئين السوريين إلى مرحلة تجاوزت معها قدرات المجتمع الدولي على احتوائها. فوفقا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فإن عدد اللاجئين السوريين تخطى 4 ملايين شخص، أزمة استفحلت كما وصفتها المفوضية فالأشهر العشرة الأخيرة من الصراع الذي بدأ في هذا البلد عام 2011 شهدت وحدها 1 مليون لاجئ، والفقر والظروف المعيشية الصعبة تحاصرهم من جهة، والقيود الصارمة من دول الجوار من جهة أخرى. هذا البلد المنكوب يعد حاليا أكبر منتج للنازحين واللاجئين في العالم، فأرقام الأمم المتحدة تقول إن عدد النازحين داخليا وصل إلى نحو 7 ملايين و600 ألف شخص، عدد اللاجئين إلى دول الجوار تخطى 4 ملايين. سوريا تتفوق على أفغانستان والصومال في عدد البلدان المصدرة للاجئين، كما أن الأمم المتحدة تقول إن اللاجئين يتركز أغلبهم في تركيا ب1,007,000 لاجئ، لبنان ب1,100,000 لاجئ، الأردن ب628,000 لاجئ، العراق ب249,000 لاجئ، مصر ب135,000 لاجئ. كما أن هؤلاء اللاجئين يعيشون أوضاعا سيئة دفعت بالكثير منهم إلى الهروب عبر البحر المتوسط إلى سواحل أوروبا، غير آبهين بخطر الغرق أو الاعتقال. هروب هو أيضا من معاناة حقيقية في استجداء تأشيرة دخول وإقامة للعيش في بعض الدول. الجهات العاملة في المجال الإنساني تقدر حاجتها لمساعدة 18 مليون شخص من منكوب الصراع في الداخل والخارج ب8,700,000,000 دولار، حصلت منها على أقل من الربع من مجمل المبلغ المطلوب لمساعدة المدنيين، الأمر الذي أجبر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة على تأكيد أن نقص الأموال سيكون له أثره على حصص الغذاء التي تقدم للاجئين السوريين، وربما يؤدي إلى خفض جميع المساعدات. تابع ينضم إلي عبر الهاتف الآن الأستاذ تيسير النجار رئيس الهيئة العامة لشؤون اللاجئين السوريين. سيد النجار، يعني ربما تقرير المفوضية يعكس مأساة إنسانية مزدوجة، نتحدث عن 7.5 مليون لاجئ أو نازح داخل سوريا، نتحدث عن 4 ملايين لاجئ للخارج، منهم 1 مليون خلال الأشهر العشرة الأخيرة وفقط، ويطالب في النهاية أوروبا بتقديم المزيد من المساعدات، ما تعليقكم؟ الحقيقة الأعداد في خارج سوريا تزيد عن 9 مليون، مش 4، 4 المسجلين بالأمم المتحدة، تتحدث عن أكثر من الضعف. يعني هذا حسب تقرير كل دولة من دول الجوار ومصر أيضا والسعودية. نعم. يعني اليوم في تركيا 2.5 مليون اللي مسجل بالأمم المتحدة، هدول المضطرين، لكنه الأغلبية غير مضطر إنه يسجل بالأمم المتحدة أو يخاف على زويه أو يخاف من معاملة النظام لو لم تحصل انتهاء، يعني سقوط نظام. في 2 مليون بلبنان، في بالأردن 2.3 مليون، في مصر في أكثر من 1 مليون، السعودية في 700,000، فالعدد يزيد عن 9 مليون هذا اللي في خارج سوريا. والموضوع يعني هلأ صار في شيء اسمه لجوء، لكن في السابق أيام يعني سوريا من المعروف عنها أنظمتها المتتابعة طاردة للكفاءات وطاردة، يعني الأزمات كانت كثيرة. فعدد سكان سوريا حسب وزارة المغتربين 80 مليون، 30 مليون لم يعودوا سوريين، يعني هاجروا ولم يعودوا، 20 مليون في الخارج و20 مليون في الداخل. بمعنى آخر
30 مليون خارج و23 مليون في الداخل، هذا قبل الثورة، بمعنى أنه ربع السكان السوريين فقط كانوا في سوريا قبل الثورة. ما في دولة بالعالم كله فيها ثلاث أرباعها، ثلاث أرباع سكانها خارجها إلا سوريا. وهذا إن دل على شيء يدل على أنه الحكومات المتتابعة كل اللي حكموا في سوريا كان في عندهم شيء من الظلم، لدرجة خلى شعبها يخرج، وأغلبية اللي سافروا معظمهم كانوا من الناجحين، في البعض الكثير وصل منهم لمنصب رئيس أو وزير، وزير عدد كبير جدا في الدول اللي هاجروا إلها. طيب. اليوم الأزمة الإنسانية اللي حاصلة أكبر أزمة بالتاريخ باللاجئين كانت في سوريا، هذا حسب الأمم المتحدة، لكن الأعداد ليست حقيقية. أيضا اليوم الداخل السوري الوضع يعني مأساوي جدا، حصار في حصار مناطق كبيرة جدا مثل الغوطة، غوطة دمشق وحمص، لا تزال إلى الآن في يعني في بشر يموتون جوعا يعني، والقصف فوقهم مستمر، يعني لم يقف القصف بالبراميل المتفجرة، حتى تطور القصف مش بالبراميل، بالحاويات المتفجرة، يعني كل حاوية بتسع أربع براميل. فهذا الشيء بيخلي اللي في الداخل ما يعني، غير انه القصف بالصواريخ الفراغية. طيب سيد نجار، يعني الواحد يعني بيشيل حارة كاملة. تحدثت عن أرقام هي في واقعها مرعبة، يعني حتى الأعداد التي تحدثت عنها المفوضية تحدثت عن ما يزيد عن ضعفها، 9 مليون، تحدثت عن ربما ربع السكان الأصليين السوريين هم من كانوا متواجدين قبل الثورة، مع إضافة هذه الأرقام النازحة للخارج نتحدث عن ثلث السكان الموجودين بالفعل نزحوا خارج سوريا؟ أكثر من النصف. اليوم اللي موجود في سوريا، عدد السكان سوريا قبل الثورة كانت 23 مليون اللي بالداخل، هدول المسجلين يلي معتبرين نفسهم عم يروحوا ويرجعوا، هدول فقط، لأنه لم تكن الـ يعني الإحصاءات دقيقة، لم يعني النظام ما كان عم يطرح كل الـ الإحصاءات الصحيحة، لكنه اللي احنا اتضحت معنا لما بدأت الثورة، بينت الأمور كثير اللي كانت مخبأة. هي مأساة إنسانية كما ذكرت، مخيف جدا. نعم. هي مأساة إنسانية كما ذكرت المفوضية. أشكرك شكرا جزيلا على هذه الأرقام التي أوضحتها لنا، الأستاذ تيسير النجار رئيس الهيئة العامة لشؤون اللاجئين السوريين. وإلى اليمن، حيث قتل 21 مدنيا وأصيب 130 آخرون في قصف للمتمردين الحوثيين وقوات صالح على تعز وعدن، بينما قتل 6 من المسلحين الحوثيين وأصيب آخرون في المواجهات مع المقاومة الشعبية في تعز. من ناحية أخرى، قال الناطق باسم مجلس قيادة المقاومة الشعبية الجنوبية في عدن إن التزام مقاتلي المقاومة الشعبية بالهدنة الإنسانية التي تسعى الأمم المتحدة برعاية مبعوثها إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إبرامها مرهون بانسحاب ميليشيات الحوثي وصالح من المدينة ورفع الحصار عنها. وفي ليبيا، قتل 16 شخصا وأصيب أكثر من 50 جنديا من الجيش الليبي الليلة الماضية جراء اشتباكات عنيفة مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازي المناهضة للحكومة المعترف بها دوليا. وتشهد بنغازي منذ أكثر من عام معارك دامية بين جماعات مسلحة، بينها جماعة أنصار الشريعة القريبة من تنظيم القاعدة وبين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا. وقد قتل في أعمال العنف في بنغازي أكثر من 1700 شخص منذ بداية عام 2014. كلف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الجيش بمتابعة الحالة الأمنية في غردايا لوضع حد للمواجهات واستعادة الأمن. وكانت مواجهات دامية قد اندلعت مطلع الأسبوع في الولاية جنوب الجزائر أودت بحياة 25 شخصا وأصابت المئات. وتقع غرداية على بعد نحو 600 كيلومتر من مدينة الجزائر، ويعيش فيها العرب مع أبناء الأمازيغ من عرق بني ميزاب. وقد شهدت المنطقة اشتباكات كثيرة، إذ يتنافس العرب والأمازيغ على الوظائف والمنازل والأراضي.
قالت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إن حركة حماس تحتجز إسرائيليا في قطاع غزة منذ شهر سبتمبر الماضي، وأوضحت مصادر رسمية أن المعتقل هو إسرائيلي من أصول إثيوبية يبلغ من العمر 29 عاما ويعيش في عسقلان، دخل قطاع غزة بكامل إرادته عبر الحدود الجنوبية في 7 سبتمبر الماضي. وذكرت المصادر الإسرائيلية أن السلطات تواصلت خلال الفترة الماضية مع حركة حماس من خلال وسطاء لإطلاق سراحه، وكانت الحكومة الإسرائيلية قد حظرت نشر تفاصيل هذا الموضوع حتى اليوم الخميس. إلى أخبار الرياضة، حيث احتفظ المنتخب الوطني بالمركز 55 في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والتاسع على صعيد المنتخبات الإفريقية. ويأتي هذا في الوقت الذي حافظ فيه المنتخب الجزائري على صدارة قائمة المنتخبات الإفريقية والعربية في هذا التصنيف، بعدما تقدم مركزين ليحتل المركز 19 متفوقا على فرق أخرى. وقد انتزع الأرجنتين صدارة التصنيف مع نظيره الألماني على الرغم من خسارته أمام تشيلي بهدف دون مقابل في نهائي كوبا أمريكا. وتقدم منتخب التانجو مركزين ليعتلي التصنيف، فيما تراجع منتخب الماكينات الألمانية للمركز الثاني. أعلنت الفيفا عن موعد ونظام التصفيات المؤهلة لكأس العالم لعام 2018 المقرر إقامتها في روسيا، وسيبدأ منتخبنا مشواره في التصفيات المؤهلة للكأس في نوفمبر المقبل، وستسافر بعثة المنتخب لمدينة سان بيترسبرغ الروسية يوم 25 يوليو لحضور قرعة البطولة. هذا وقد وضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نظاما جديدا للتصفيات بإجراء التصفيات على 3 مراحل وتقليل عدد المنتخبات إلى 20 وتقسيمهم ل5 مجموعات. غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة اليوم في طريقها إلى العاصمة المالية باماكو استعدادا لخوض مباراته أمام فريق الملعب المالي والمقرر الأحد المقبل في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة الكونفدرالية الإفريقية. تضم بعثة الأهلي المتوجهة إلى مالي 17 لاعبا، حيث يخوض الفريق ميرانه الأول في تمام الساعة 4:30 عصر غد الجمعة. إلى أخبار الطقس، حيث يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطبة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا على كافة الأنحاء. وإلى هذا البيان بدرجات الحرارة. وفي ختام نشرة الواحدة نذكركم بالعناوين:
محلب في أسوان يفتتح مشروعات تنموية ويؤكد اهتمام الدولة بتنمية الصعيد. اليوم اجتماع لمجلس نقابة الصحفيين لمناقشة قانون مكافحة الإرهاب. إحباط محاولة هجرة غير شرعية وضبط 78 من المهاجرين. وصلنا وإياكم لختام نشرة الواحدة، شكرا للمتابعة وطابت أوقاتكم.